وبالوحدة حقق الشعب اليمني وجوده القوي والفعال. وبهذه المناسبة الكبيرة أن قلتها لأبناء الجالية اليمني الرياضيين في جميع مناطق ولاية ميشيغان، ويأذن لي الأخوان الرياضيين اليمنيين في الولايات المتحدة الأمريكية جميعا بأن أنقل لهم تحياتهم وتهانيهم إلى الشعب اليمني الأبي وإلى القيادة الحكيمة في الجمهورية اليمنية برئاسة الأخ المشير علي عبد الله الصالح راعي الوحدة المباركة. كما يسعدني في هذه الفرصة المناسبة أن أنقل أيضا التهاني إلى الأخ وزير الشباب والرياضة حمود عباد، وكذلك وكيل أول وزارة الشباب والرياضة الأخ منير الدرحاني على تشجيعهم على أبناء الجالية اليمنية في المهجر، والذي يحاول دائما تشجيعنا بكل الوسائل الذي أوتوا من مجالات في بلادنا. وحتى لا أطيل عليكم فقالي كلمة قصيرة، وبهذه المناسبة يسعدني أن أشكر جميع الأخوان الناشطين والداعمين للأنشطة الرياضية لأبناء الجالية اليمنية في أمريكا بشكل عام وفي الجالية والجالية اليمنية في ميشيغان بشكل خاص، والذين نعتبر شبابنا ودعم الآباء والأخوان لهم يعبر عن اهتمامهم في البنية التحتية، وهذه هي تعبر لأي مجتمع. والمؤسسة الرياضية اليمنية في ميشيغان تعمل كل جهودها لخدمة الشباب لما يفيدهم صحيا وثقافيا وتوحيد صفوفهم كوحدة صف بلادهم وطنهم اليمن. الأسماء كثيرة الذين خدموا في مجال الرياضة والذين يشجعونا ويدعمونا، ولكن قد يصعب علينا ذكر الأسماء، ولكن قد وجهنا كلمة ونوجه كلمة بها نشكر جميع الأخوان الرياضيين في ميشيغان والذين يساهمون في دعم النشاط الرياضي وحماية أبنائهم. معمر الإرياني وكيل الوزارة، عفوا تصحيح الاسم، معمر الإرياني رئيس وكيل أول وزارة الشباب والرياضة. مش فرقاني في الاسم. الآن يسمحوا لي الأخوان في هذا التجمع الكبير بأن أستدعي الأخ موفق البنان لاستلام كأس الفريق الفائز لشباب اليمن. كما أدعي الأخ عبد الرقيب الحيافي إذا كان موجود هنا، وأيضا الأخ الحكم العزيز جمال الحيافي، والأخ هلال الطيري، والأخ فؤاد العلي، أيضاً اسمحوا لي بأن أستدعي الأخ الشيخ جمال مجلي والأخ خالد شاجر يساعدني في تسليم الكأس والميدالية. تفضل الأخ جمال الحيافي والأخ هلال الطيري. أعتقد لو جو من هنا يا جمال. الصور يعني. الأخ أحمد علي موجود، الحكم الثالث، تفضل. أول ممكن يتفضل الكابتن طارق ناصر التريادي. احنا قد يصعب علينا في شباب بس
هذا الشغال بدي صعب علينا الحين. اي السام دي الشباب طلع. العفو منكم قد يصعب علينا استدعاء جميع الاسماء ونقتصر بالموجودين وندعو الاخ موفق البنا لاستلام كاس البطوله حقت الوحده الذي فاز بها شباب اليمن. بالشيخ الوالد الفاضل صالح القهيم رئيس المركز الإسلامي مسجد معاذ ابن جبل، وكذلك بالأخ الأستاذ مهدي علي رئيس American Muslim Society الجمعية الإسلامية الأمريكية. كما أيضا نكرر شكرنا وتقديرنا للأخ الشيخ القارئ الذي أتحف مسامعنا وشنف أذاننا بآيات من الذكر الحكيم بصوته العذب الشيخ أحمد موسى الجبري إمام مسجد الآي سي دي. مواصلة أيها الأحبة الكرام مع حفلنا هذا، لنا لقاء مع الشعر والشعراء. الأخ أبو بلال الزهيري فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال الزهيري محمد من اليمن عندي أخبار. قال الزهيري محمد من اليمن عندي أخبار، هدهد سباق نقلها بعث بها عبر الأقمار. وقال وحدة بلادي قاموا بها الناس الأحرار، والشعب هلل وكبر بالصوت والوحدة اختار. عدن وصنعاء تلاقت والشعب كانوا لها انصار، وجاوبوا من سقطره واصحاب صعده وعمار. عدن وصنعاء تلاقت والشعب كانوا لها انصار، وجاوبوا من سقطره واصحاب صعده وعمار. والشعب اقسم بربه بكل قوه واصرار، من وحدته ما يراجع كلا ولو سار ما سار. لو السماء بالقنابل